من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت
صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang terhormat, peserta selanjutnya, nomor urut 12, akan membacakan